السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرح هذا النص الجديد الخمر والطبيعة لأبي نواس، طبعا تخيرت أن أتتبع هذا الشرح، يعني الخمريات وبعدها الغزل وبعدها الزهد، يعني كل على حدة، وهذا طبعا كل أستاذ كيف يتخير شرح نصوصه. نشرع إذن في قراءة النص وبعدها نقوم بتقديمه فموضوع فمقاطع، وعلى إثرها نشرع في تحليل تلك المقاطع، وطبعا نتبين مظاهر التجديد والتقليد في هذه النصوص. أما يسرك أن الأرض زهراء والخمر ممكنة شمطاء عذراء؟ ما في قعودك عذر عن معتقة كالليل والدها والأم خضراء. بادر فإن جنان الكرخ مؤنقة لم تلتقفها يد للحرب عسراء. فيها من الطير أصناف مشتتة ما بينهن وبين النطق شحناء. إذا تغنين لا يبقين جانحة إلا بها طرب يفشي به الداء. يا رب منزل أو عذرا يا رب منزلي خمار أطفت به والليل حلته كالقار سوداء. فقام ذو وفرة من بطن مضجعه يميل من سكره والعين وسناء. فقال من أنت في رفق؟ فقلت له بعض الكرام ولي في النعت أسماء. وقلت إني نحوت الخمر أخطبها، قال الدراهم هل للمهر إبطاء؟ لما تبين أني غير ذي بخل أو غير ذي بخل وليس لي شغل عنها وإمضاء، أتى بها قهوة كالمسك صافية كدمعة أو كدمعة منحتها الخد مرهاء. لا ما زال تاجرها يسقي وأشربها وعندنا كاعب بيضاء حسناء. كم قد تغنت ولا لوم يلم بنا، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. إذن قصيدة خمرية نظمت على إيقاعات بحر البسيط، رويها أو قافيتها الهمزة، تتنزل ضمن دراسة المحور الثاني التجديد في قصيدة القرن الثاني للهجرة، وهي للشاعر الفارسي أبو نواس. إذن الموضوع دعوة الشاعر إلى شرب الخمرة في الطبيعة الجميلة ذاكرا بعض مغامراته الخمرية. المقاطع يقسم النص إلى مقطعين حسب معيار المضمون أو الموضوع، ليمتد المقطع الأول من البيت الأول إلى حدود البيت الخامس، وفيه دعوة لشرب الخمرة في الطبيعة. البقية فيه إذن سرد لبعض المغامرات الخمرية. كما يمكن تقسيم النص حسب الزمان، وفيه من البيت الأول إلى البيت الخامس الحاضر، وبقية النص الماضي، وفيه استحضار للمغامرات الخمرية. نشرع بتحليل المقطع الأول. أما يسرك أن الأرض زهراء والخمر ممكنة شمطاء عذراء؟ تلاحظون أن مطلع القصيدة ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه تصريع، والتصريع كما قلنا مظهر من مظاهر الإيقاع الخارجي، أن ينتهي صدر المطلع وعجزه بنفس الحرف، وهذا من أجل خلق إيقاع. والتصريع كما قلنا سابقا أنه ظاهرة من الظواهر الإيقاعية التقليدية التي كان يتعمد الشاعر الجاهلي إلى خلقها. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين أن نصه نص كتبه شاعر فحل. وهنا إذن تلاحظون أن أبا نواس قلد أيضا هؤلاء الشعراء في مسألة ماذا؟ في مسألة التصريع. نواصل. أما يسرك أن الأرض زهراء؟ ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الشاعر يوجه خطابا، أما يسرك أنت، من أنت؟ مخاطب. سنرى بعدها من هو هذا المخاطب الذي يوجه له أبو نواس خطابه. أما يسرك أن الأرض زهراء؟ يا هذا
ألا تسعد؟ ألا تشعر بفرح وسرور وأنت في فضاء فيه أرض مزهرة خصبة جميلة؟ ألا يسرك هذا؟ والخمر ممكنة شمطاء عذراء، أي أنك في فضاء رحب جميل ملؤه الأزهار ملؤه الجمال، وأكثر من هذا أن هنالك فيه خمرة وليست بقليلة، يعني هي خمرة ممكنة موجودة بكثرة، خمرة موجودة بكثرة، وأكسب لها صفتان شمطاء، ومعنى الشمطاء يمكن أن نقول نحن امرأة شمطاء. ما معنى امرأة شمطاء؟ أي أنها فيها بياض وسواد، يعني أنه يتحدث عن لونها، لون الخمرة، هذه الخمرة المعتقة، بل وليست شمطاء فقط وإنما أيضا عذراء. عذراء هذا مصطلح وجدناه في النص السابق، وهو طبعا تحدث فيه عن الخمرة، وجدنا مصطلح العذراء يتكرر في خمريات أبي نواس، وكأننا هنا نتحدث عن من؟ نتحدث عن امرأة، امرأة، الامرأة العذراء، وهي المرغوبة من الرجل، لا تلك الامرأة التي ليست بعذراء. إذا تلاحظون مصطلح عذراء هنا، كأنه هنالك ترغيب في هذه الخمرة وفي شربها وفي تبنيها. ما في قعودك عذر عن معتقة كالليل والدها والأم خضراء. يا هذا، يا من لا تسعد بأرض زهية وخمرة جميلة، إن قعودك أين؟ قعودك إما في منزلك أو قعودك باكيا على الأطلال. ما دمت تبكي على تلك الأطلال الموحشة وقاعد هناك، فإن هذا كله لن يفيدك في شيء، إنه ليس لك عذر في البقاء هناك. أرض موحشة أو بيت موحش، وأنت أمامك الطبيعة الخصبة الرحبة وفيها الخمرة، تلك الخمرة الجميلة الشمطاء العذراء. ما عذرك؟ ليس لك عذر في التخلي عن مثل هذا المجلس الذي يصفه. إذن فما في قعودك عذر عن معتقة، لاحظوا مسألة المعتقة، قلنا الخمرة المعتقة هي الخمرة التي تكون عمرها طويل كبير، عمر مديد، وتأثيرها طبعا يكون في شاربها أكثر وأكثر. كالليل والدها والأم خضراء، لاحظوا هنا الصورة الشعرية، يجعل من الكرم أو العنب، حبة العنب السوداء، يجعل منها ماذا؟ كالليل، يشبهها بالليل في سوادها، واضح؟ كالليل والدها والأم ما بها؟ والأم خضراء. هنا يعني جعل من الكرم وأوراقه الخضراء، يعني شجرة العنب وأوراقها الخضراء، جعل منها أما خضراء. وهنا يعني يقوم بماذا؟ بنسبة الخمرة إلى أصلها، فوالدها فلان وأمها فلانة، يعني هي عذراء ابنة أب وأم، ما بهما؟ هذان معروفان مشهوران. وتلاحظون أن معجم الطبيعة قد هيمن على هذين البيتين وسيهيمن على كامل المقطع. لماذا؟ لأن الشاعر يرغب من؟ يرغب المخاطبة، أيا كان هذا المخاطب، حتى يعني الذي يجلس في منزل أو الشاعر الجاهلي الذي يبكي على الأطلال. إذن يرغبه في ماذا؟ في ترك الفضاء الموحش الذي هو موجود فيه واللجوء إلى الطبيعة وإلى ابنة الطبيعة الخمرة. بادر فإن جنان الكرخ مؤنقة، تعال بادر بالقدوم إلينا، فعل أمر، بادر، بادر أيها المخاطب، بادر أيها الشاعر الجاهلي، بادر أيها المتقاعس الباقي في منزلك، إلى ماذا؟ إلى جنان الكرخ، إلى جنان العنب، جنان خضراء مؤنقة لم تلتقفها يد للحرب عسراء. هذه الجنان التي تميزت بماذا؟ تميزت بجمالها، تميزت بشدة الاهتمام بها. نحن إزاء مكان، كيف هو؟ مكان فيه أزهار ألوان، فيه خضرة، فيه أناقة، فيه ترتيب، فيه
جنة. إذن الشاعر يصور لنا الإطار المكاني تصويرا ساحرا، من أجل ماذا؟ من أجل استقطاب من؟ استقطاب السامعين. فيها من الطير أصناف مشتتة، نحن في فضاء كالجنة، أزهار، أشجار، خمرة وطيور، وليس طير من فئة واحدة، وإنما أصناف من الطير. ماذا ميزة هذا الطير؟ هذا الطير يلحن ويصنع موسيقى. نحن في فضاء، في إطار مكاني، ما به؟ يسحر الأسماع ويسحر البصر الأبصار ويسحر الأنوف الرائحة ويسحر الأذواق بخمرة معتقة. واضح؟ إذن فيها من الطير أصناف مشتتة، ما بينهن وبين النطق شحناء. إذن هذه الطيور تكاد تنطق بسحر صوتها وبهائه. إذا تغنين لا يبقين جانحة إلا بها طرب يفشي به الداء. إذن هذه الطيور إذا غنت ولحنت، لربما هنا يقصد بالطير ليس الطير الحقيقية فقط، وإنما لربما يقصد النساء المغنيات، الجوار المغنيات اللواتي يملأن ذلك الفضاء. واضح؟ إذن إذا تغنينا لا يبقين جانحة، إذا صدر صوت الغناء من أفواه الطير سواء الحقيقي أو النسوة، فإن الجوانح أي الأحزان ماذا تفعل؟ تذهب ولا تبقى، إلا بها طرب يشفي به الداء. هذا الصوت ماذا يفعل؟ يشفي الداء ويجعل من سامعه طاربا مسرورا سعيدا بما يسمع. واضح؟ يا رب منزل. إذن هنا عذرا، المقطع الأول سأقوم بحوصلة لهذا المقطع الأول. إذن لاحظنا أن الطبيعة خصبة، طبيعة ساحرة تختلف عن الطبيعة الجاهلية التي كان يعيش فيها الشاعر الجاهلي. هنا تلاحظون أن الشاعر أبا نواس ماذا يفعل؟ يحاول تصوير المشهد، مشهد الجلسة الخمرية، مشهدا ساحرا. من أجل ماذا؟ من أجل دعوة سامعه والتأثير في من يسمعه في اتباع منهجه. فنحن في إطار مكاني فيه دواء وشفاء وصحة ومتعة لمن؟ ومتعة لجالسه. فنحن إزاء حياة وطبيعة، خمرة تبعث الحياة والسرور، وطبيعة تبعث المتعة والبهجة والسرور كذلك. إذن نحن إزاء مكان خصب، مكان يقوم فيه الشاعر بماذا؟ باحتساء خمرة ذات أصل ونسب وشرف، وأيضا يستمتع ويمتع كل حواسه وكل إذن تلك الحواس بجزئياتها من خلال هذا الفضاء الرحبي والخصبي. نمر إلى تحليل المقطع الثاني الذي فيه انتقال من الفضاء الفسيح الطبيعة إلى فضاء آخر، وانتقال من الحاضر إلى ماذا؟ إلى الماضي. نشرع في تحليل هذا المقطع الثاني. يا رب منزلي خمار أطفت به، والليل حلته كالقار سوداء. إذن يا رب، رب ماذا تعني هنا؟ رب تعني الكثرة، نحن إزاء كثرة أو قلة، لكن هنا رب أكيد ستعني لنا الكثرة. فالشاعر إذن يا رب وكأنه يتحسر على ماذا؟ يتحسر على الماضي. ماضي ماذا؟ بما يتميز بكثرة توافده على منازل الخمارين. إذن يا رب منزل خمار. لاحظوا أيضا هنا مسألة التطور الحضاري، فالتطور الحضاري في القرن الثاني للهجرة أثر أيضا على القصيدة. ففي الشعر الجاهلي كنا إزاء أماكن، يعني خيام وبوادي وغيرها، الآن أصبحنا في مدن وبيوت ومنازل وقصور وغيرها. يا رب منزل خمار أطفت به، والليل حلته كالقار سوداء. إذن كثرة المنازل، الأماكن التي طاف بها، متى؟ ليلا، تحديد مكان وتحديد زمان. لماذا في الليل؟
لأن الليل ستار، لأن الليل إذن هو ميعاد من؟ الندماء والخلان، وميعاد انعقاد مجالس اللهو والطرب والغناء. فنحن هنا إزاء إطار مكاني وزماني، وكأننا في قصة سنواصل تبين أركان القصة التي ذكرها. فإذا المكان قلنا منزل الخمار، الليل هو الزمان، فقام ذو وفرة من بطن مضجعه. هنا عمن يتحدث؟ يتحدث عن البائع الذي هو صاحب دار الخمرة. يميل من سكره والعين وسناء، لاحظوا أنه يقص علينا قصة، يصف لنا صاحب الخمرة، بائع الخمرة، هذا يصفه لنا وصفا دقيقا. فقال، لاحظوا الحوار، إذن سرد، وصف، حوار، مكان، زمان، شخصيات وأحداث. نحن إزاء قصة كاملة، مغامرة خمرية، وهذا مظهر من مظاهر التجديد. واضح؟ توفر مقومات القص بما فيها من أركان القص وأنماط القص، هذا شيء جديد لم يكن معهودا من قبل. واضح؟ نواصل. فقال، إذن حوار متبادل بين من ومن؟ بين صاحب دار الخمرة البائع ومن؟ وأبي نواس الزبون أو خاطب الخمرة كما سنراه في نص لاحق. فقال، من أنت في رفق؟ لاحظوا هنا أسلوب اللين، هذا الخمار كيف يتعامل مع ضيوفه وزبائنه. فقلت، بعض الكرام ولي في النعت أسماء. إذن هنا حوار متبادل، إذن الشاعر يعرف نفسه بماذا؟ أنه من الكرام، وأيضا أنه يمتلك مصطلحات وكلمات، وكأنها كلمات سر، وكأن من يقصد الخمارة إذا أراد دخولها ينبغي أن يقدم كلمة سر من كلمات التي يتفق عليها صاحب الحانة ومن صاحب الحانة وهذا الزبون أو هذا الشاري. وطبعا أنتم تعلمون أن للخمرة أكثر من 100 اسم، فتخيلوا أن أبا نواس يعني مثلا يحفظ 100 اسم من أسماء الخمرة، هذا على ما يدل؟ هذا طبعا سيدل على شدة تعلقه بهذه الخمرة. طبعا يمكنكم أنتم أن تقوموا ببحث حول هذه المسألة، حول أسماء الخمرة، وستتبينون مدى إذن صدق هذا الشاعر ومدى حفظه لكل هذه الأسماء. ولي في النعت أسماء. وقلت، إني نحوت الخمر أخطبها، إني جئتك يا هذا وطرقت باب دارك. لماذا؟ لكي أخطب منك الخمرة. تلاحظون صورة هذا الشاعر كيف هو؟ إذن هو خاطب. من هي المخطوبة؟ هي الخمرة. من هو المخطوب منه؟ هو الأب. فنحن إزاء عملية خطبة، الشاعر أضحى يخطب خمرة ولا يخطب امرأة، هذا مظهر من مظاهر التجديد. قال، الدراهب هل للمهر إبطاء؟ لاحظوا هنا مغامرة، إذن مغامرة خطبة، فالشاعر يخطب الخمرة ووالدها أي صاحب الخمارة يطلب المهر وهو الدراهم. فهذه الخمرة ليست خمرة مجانية، وليست خمرة لا يدفع فيها مهر، وإنما هي خمرة ذات مهر عال. كيف نتبين ذلك؟ لما تبين أني غير ذي بخل أو غير ذي بخل، يعني أنني حين تبين هذا صاحب أو والد الخمرة صاحب الخمارة أنني كأبي نواس ماذا أفعل؟ أنني لست بخيلا، بل سأدفع مالا وفيرا من أجل هذه الخمرة، وليس أيضا وليس لي شغل عنها، أي أنني لن أرجع ولن أعود عنها. ماذا فعل؟ أتى بها قهوة كالمسك صافية. لما علم هذا السيد أي صاحب الخمارة أن الشاعر قاصد الخمرة بلا رجعة وبلا تردد، فإذا أتى بها قهوة كالمسك. قهوة أي أن لونها كلون القهوة، لاحظوا اللون، ثم كالمسك ريح
والصفاء صافية، حاسة البصر، حاسة الشم، كدمعة منحتها الخد مرهاء. إذن هذه الخمرة كأنها دمعة، والدمعة ما بها؟ الدمعة هناك صفاء، هنالك كذلك مسألة الرقة، هنالك مسألة اللمعان، إذن الأحاسيس. هنا هذه الخمرة خمرة فيها كل الجوانب، هذه الخمرة هي دافع من دوافع ماذا؟ التعارف. نواصل. ما زال تاجرها يسقي وأشربها. إذن الآن الساقي، هذا الساقي ما زال، ما معنى ما زال؟ يعني الدوام، الاستمرارية في القيام بالفعل. ما زال تاجرها يسقي وأشربها، وعندنا كاعب بيضاء حسناء. ظهور شخصيات جديدة، شخصية الساقي وشخصية المرأة، هذه المرأة التي وصفها كاعب بيضاء حسناء. إذن مجلس خمرة بكل مقاييسه، مكان، زمان، خمرة متوفرة، صاحب الخمارة، إذن الساقي، وامرأة بيضاء حسناء هي التي تسمعهم الموسيقى، وهي التي طبعا ماذا تفعل؟ تمتعهم جسديا وحسيا. نواصل. كم قد تغنت ولا لوم يلم بنا. هذه المرأة تقوم بماذا؟ بالتغني بالشاعر، والتغني بالخمرة، والتغني بالجسد كذلك. ولا لوم يلم، لا يوجد لائم يلوم، ولا أي شيء يمنع هذا التواصل والاتصال بيننا. ماذا تغني هذه القينة أو هذه الجارية أو هذه المرأة؟ دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. هذه قصيدة من قصائد من؟ قصائد أبي نواس. فهذه القينة أو هذه الجارية تحفظ شعر أبا نواس وتردده وتغنيه في مجالس اللهو والطرب، وهنا يسمى هذا التضمين. فالشاعر ضمن من قصيدة له أخرى، ضمنها هنا، وفيه طبعا جانب من الفخر بالذات واعتزاز بما يكتب، وكأن قصائده تحفظ وتغنى في مجالس اللهو والطرب. لاحظوا هنا تعظيم للذات. إذن طبعا نمر الآن إلى الإجابة عن الأسئلة، وبعدها نقوم بتأليف لهذا النص، وطبعا بعض النصائح والتوجيهات. السؤال الأول: تبين عناصر القص في المغامرة الخمرية وبين أثرها في بناء النص. المغامرة الخمرية تمتد من البيت السادس إلى حدود البيت الثالث عشر، يعني المقطع الثاني كله مغامرة خمرية. ما هي عناصر القص؟ هناك الزمان الليل، هناك المكان منزل الخمار، هنالك الشخصيات الشاعر أنا، الساقي صاحب الخمارة يعني البائع، وهذه القينة الجارية، والخمرة، كلها عناصر متوافرة وموجودة في هذا النص. واضح؟ هذه كلها عناصر القص. وهناك سرد وصف حوار. كل هذه القصة أو المغامرة الخمرية جعلت من النص يخرج من الشعر التقليدي، ذلك الشعر النمطي، إلى شعر ما به فيه نوع من التشويق والإمتاع. واضح؟ إذن هذا هو دور هذه المغامرة الخمرية. السؤال الثاني: كيف صور الشاعر العلاقة بين الخمر والطبيعة، وما مقصده من ذلك؟ الشاعر وصف الطبيعة وجعلها في المقطع الأول، وجعلها إذن طبيعة خصبة غناء، ثم جعل الخمرة عنصرا من العناصر الطبيعية، فربط بين الطبيعة والخمر، وجعل الخمرة مصدرا من مصادر الحياة، وهي مصدر ينبثق من عناصر الطبيعة الخصبة. واضح؟ فالعلاقة بين الطبيعة والخمرة علاقة تكامل، لا ليس كاليوم مثلا إن رأينا شخصا يشرب خمرة، ماذا أين يشربها؟ يشربها في مكان موحش تحت بين ظفرين خشة، أو في مكان خريب. ما لذة ذلك؟ ما المتعة في ذلك؟ لا يوجد متعة بالنسبة لأبي نواس، ولكن إن شربها في طبيعة خصبة غناء،
بحر وأشجار وغابة وأزهار وعصافير تزقزق، فماذا هنالك؟ إذن المقصد إذن في علاقة الخمرة بالطبيعة هو الترغيب، ترغيب السامع في اللجوء إلى الطبيعة وباعتبارها فضاء خصبا رحبا، وكذلك إذن الطبيعة هذه يجعلها طبيعة جميلة صالحة لشرب الخمرة. نواصل السؤال الثالث. وظف أبو نواس في وصف الخمرة مجموعة من الصور، استخرجها ووضح ما فيها من طرافة. مجموعة الصور تقريبا ركز على الاستعارة والتشبيه، واضح؟ الاستعارة الأم الخضراء، التشبيه كالليل والدها، ومن ثم طبعا جعل هناك صور شعرية أخرى، منها أن يجعل الخمرة عذراء، أن يصفها بصفات المرأة، وطبعا الطرافة هنا أنه يحاول أن يؤصل ويجد لهذه الخمرة أصلا واضحا وينسبها إلى نسب وشرف. السؤال الرابع. أدرس الأساليب التي اعتمدها الشاعر في الإغراء بالخمرة مبينا الغاية منه. أساليب أهمها أساليب الاستفهام أو التعجب. أما يغرك؟ أما يسرك؟ ما في قعودك؟ جملة خبرية منفية. بادر، أسلوب إنشائي الأمر. إذا أسلوب الشرط. إذن يا رب، هنا النداء والتقليل والتكثير. لاحظوا هذه كلها أساليب من أجل ماذا؟ من أجل إغراء الشارب بالخمرة، والغاية هو أن يجعل الشاعر من الخمرة مذهبا في الحياة، أن يجعل من سامعه كشاعر أو كإنسان عادي أن يتأثر بمذهب أبي نواس ولا يتأثر بمذهب من الشعراء التقليديين الذين تميزوا بالهم والغم في قصائدهم، التي كانت الوقفة الطلالية أكبر دليل على ذلك. طلال يختلف 100% عن صورة الطبيعة التي يدعو إليها الشاعر. نواصل في القصيدة. السؤال الخامس. في القصيدة تقاطع بين مجموعة من المعاجم والمتع الحسية تكاملت لتؤكد معنى الحياة، وضح ذلك. نعم، هنالك تقاطع وطبعا تكامل بين مجموعة المعاجم. أهم معجم سيطر على هذه القصيدة هو معجم الخمرة، ثم معجم المرأة، ثم كذلك معجم الطبيعة. فمعجم الطبيعة حضر بشكل مكثف في هذا النص، والطبيعة على ما تدل، تدل على طبعا الحياة، اللون الأخضر، هذا معجم الألوان، الخضرة، الجمال، العصافير التي تدل على الحياة، كلها إذن معاجم تضافرت من أجل أن تعبر على الحياة. وكذلك المتع الحسية، متعة السمع، متعة البصر، متعة اللمس، الذوق، الشم، كلها تدل على أن الشاعر يعيش حياة رفاهية وحياة لذة ومتعة، بخلاف الشاعر الجاهلي الذي ماذا كان يعيش؟ كان يعيش وحشة، كانت هناك الموت والفناء هو الذي يسيطر على الوقفة الطللية في القصائد الجاهلية. هنا تلاحظون الحياة والسعادة والسرور هو الذي يسيطر على المقطع، وذلك يؤكد لنا رغبة الشاعر في تبني مذهب ماذا؟ مذهب الحياة، لا مذهب الموت والفناء. البيت. السؤال السادس. تولد الإيقاع في النص من إيقاع الأوزان الداخلية والأصوات والتوليد المعنوي والمشاهد، تبينها في القصيدة وحدد أثرها في إنشاء الدلالة. إذن الإيقاع، هناك إيقاع خارجي وهناك إيقاع داخلي، والإيقاع الخارجي يتمثل في التصريع، بحر البسيط، وقافية الهمزة، ثم كذلك الإيقاع الداخلي من خلال تنويع الأساليب اللغوية والبلاغية، مثلا هنالك أيضا التشابيه، هنالك أيضا هذه الأصوات التي أصدرتها الطيور، مثلا الغناء هذا، ثم كذلك التضمين، تضمين بيت أو صدر بيت من أبياته الذي وكأنه ينقل لنا الجارية وهي ماذا تفعل؟ وهي تغني، وبذلك يكسب النص إيقاعا خاصا به. وهذا طبعا يدل على أن القصائد، قصائد الخمريات عند أبي نواس قصائد
الهدف منها والغرض هو الغناء، هي قصائد موجهة للغناء وللفرح وللسرور، بخلاف ما رأيناه في القصائد الجاهلية. هكذا ننهي هذا النص. طبعا أشكركم على حسن المتابعة، أرجو منكم أن تشاركوا هذا النص وأن تنشروه بين أصدقائكم، أن تدعوا أصدقائكم في قسمكم وفي معهدكم إلى متابعة هذه القناة من أجل أن تعم الفائدة أكثر وأكثر. شكرا لكم. إن كانت لكم استفسارات، أسئلة أو توضيحات، اكتبوها أسفل هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ أحمد الطيف، أتوجه لكم بأحر عبارات الشكر. إلى اللقاء، ووفقنا الله وإياكم لما فيه خير ونجاح وتوفيق.